ولاعبي الفريقين. وهنشوف رمي التماس تتلعب عليها المرة دي، وهنا عدت منها من فهد الشمري، الأول للباطن، الأول للباطن، الباطن يتقدم وعادي رمية التماس. ومين بقى المرة دي؟ غلطة، هي غلطة، ده مش بابا ديوب، ده هي غلطة في اللقطة اللي فاتت. آدي فهد الشمري بالخطأ في مرمى بيحاول فيها سلطان اليابي، لكن خلاص غلط اهو فهد الشمري.